يورو كنترول يقدم لكم بطاقة مرور. خلال العام الماضي سجلت نسبة 10% من عدد 10 ملايين رحلة طيران داخل أوروبا تأخيرا لمدة نصف ساعة على الأقل. إنه موضوع حساس جدا، ليس للمسافرين فقط بل حتى لشركات الطيران ومراقبي رحلاتها الفنيين. ما الواجب القيام به لتحسين الوضع؟ حالة الطقس والإضرابات ومشاكل تقنية فضلا عن الطاقة الاستيعابية في المطارات هي أسباب أخرى للتأخير، عواقبها تشكل تحديا للجميع. خلال العام الماضي سجلت نسبة 10% من عدد 10 ملايين رحلة طيران داخل أوروبا تأخيرا لمدة نصف ساعة على الأقل، على الرغم من الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لمنع حدوثها. خطوط الطيران توماس كوك تقول إنه خلال العام الماضي فإن زمن تأخير الرحلات لم يتجاوز في المتوسط 17 دقيقة. الأماكن التي عينا وجود تأخير في الرحلات هي المطارات التي تقوم بتشغيل طاقتها القصوى، ومن ثم فلو طرأ حادث ولو صغيرا في هذا المطار فتتتابع الآثار بشكل متتال على كثير من الشركات وليس نحن فحسب. الطائرات تخضع لفحص دقيق لتجنب حدوث أي تأخير مرتبط بعطل فني، لكن أسبابا أخرى تظل كامنة لا شأن لشركات الطيران بها. يحدث التأخير دوما، بقي أن نعرف كيف نقوم بتسيير واستخدام الوسائل الممكنة المنوطة بذلك. فنحن على اتصال مباشر مع يورو كنترول، فيمكننا أن نناقش معهم التأخيرات التي تستغرق وقتا طويلا، ونبحث عن السبل الكفيلة كحلول ناجعة. من خلال هذه القاعات وبفضل الشراكة مع المراقبين الجويين الأوروبيين، يعمل هذا المدير في يورو كنترول على تقليل تأخير الرحلات الجوية. إنه تحدي يومي بالنسبة له. توضح هذه البيانات باللون الأحمر توزيع تأخير الرحلات الجوية جغرافيا في يوم معين. تعمل خطوط الطيران بشكل وثيق معنا. لدينا أكثر من 2000 وجهة اتصال بخدمات عبر مختلف شركات الطيران والمطارات التي تعمل عبر أوروبا. وإذا ما طرأت مشكلة ما طفيفة بشأن رحلة ما، فبمقدورهم أن يطلبوا تمديدا لأوقات المغادرة، ويكمن دورنا في تقديم المساعدة لخطوط الطيران. يعمل يورو كنترول أيضا من أجل ضمان أن يكون تأثير الرحلة قليلا على البيئة عبر إيجاد مسارات سريعة للرحلة المتأخرة وبأن تكون أكثر احتراما للبيئة. سواء تعلق الأمر بمن يستقل الرحلة لقضاء إجازة أو من يستقلون رحلاتنا المنتظمة، من المهم جدا أن نقدم خدمة نوعية للتأكد أثناء نهاية الدوام من أن من يستقلون الرحلات كانوا راضين بما فيه الكفاية. عبر التقليل من تأخير رحلات الطيران، فإن الشركات تخفض تكاليفها وتحسن أيضا أداء الشبكة، ويسهم ذلك كله في تسقيف آثار التأخير على مستويات البيئة. يورو كنترول قدمت لكم بطاقة مرور.